بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أعرض عليكم صورة لمخطط يبين لنا ميلان محور الأرض المغناطيسي، وهو يسجل هذه السنة وفي هذا الشهر أبعد نقطة عن مركزه، وذلك منذ سنة 2013. هذا الانحراف هو المتسبب في تغير أنماط المناخ بشكل غير طبيعي، وكذلك سيزداد في الفصول القادمة، لن يتطابق أبدا مع نماذج الطقس، بل ستكون مضطربة، مما يعني أننا مقبلون على فوضى مناخية كلما تقدم بنا الزمان للأمام، واشتدت ضربات الطارق لنا. وكما نرى في الصورة، فإن هذه الارتحالات ستنقل البشرية لمرحلة لم تمر بها الأرض في وقتنا المعاصر. عجبت لمن يحاول أن ينكر وجود الطارق ويكابر ليصطدم بمثل هذه الدلائل والواقع أمامه. وكما قلت، فالدليل أمامنا ولم نرى مثل هذا البعد عن المركز أو عن المحور الصفري. فالخط الأصفر كما ترون يمثل خط التذبذب لهذه السنة، وترون أين وصل، تجاوز مخططات جميع السنوات، ولا يزال يبتعد، حيث أننا بدأنا في رؤية شدود البوصلة، وهذا لاحظناه من قبل وتحدثنا عنه في فيديوهات سابقة، شدود البوصلة وكذلك تغير في الأبراج، في أماكن ظهور الأبراج. وقد لاحظ بعض الإخوان تغير مكان غروب الشمس والقمر، بل أن أحد الإخوان البارحة في البث المباشر تحدث عن أن الشمس لم تكن تدخل منزله من قبل، والآن أصبحت تطل داخل منزله. وكما قلت لكم دائما، فهذا التذبذب وهذا الميلان لمحور الأرض هو الذي يجعل الشمس يعطينا ذلك الغروب، أو تحول مكان غروب الشمس وكذلك القمر وغيرها، بعيدا عن التحول أو عن مكان. فمكان غروب الشمس بالصيف ليس هو بالشتاء، لكن المراقبون لاحظوا بأن غروب الشمس بالصيف من كل سنة قد تغير مكانه. وهذا ما أثبته الأخ، حيث لاحظ أن الشمس بدأت تظهر في بيته أو في منزله. وكما قلنا حول هذه الصورة، فهذا التذبذب الواضح لمحور الأرض قد وصل لأبعد نقطة مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا، هذا التذبذب وهذه الإمالة والانحراف مرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بارتحال القطب المغناطيسي المستمر وبوتيرة قوية، وكذلك بالتشوهات والضعف في المجال المغناطيسي الأرضي، والضغط والشحن الممارس على غلافنا الجوي وطبقاته. فكما نرى في الصورة أمامنا، سأعرض عليكم صورة حقلنا الأرضي، وتلاحظون أمامنا الضربات القوية التي تشوه خطوطه وخطوط الحقل، وهذه الضربات قادمة من الخلف من المكان الذي يتواجد به الآن الطارق، حيث أن الطارق مقابل للشمس الآن، فنحن في شعور الاصطفاف. ولا تصدق أي أحد يأتي ليكذب عليكم ويدعي أن سبب هذا الرياح الشمسية، فكما ترون ها هنا قيمة الرياح الشمسية لا تتجاوز
الخمسمائة كيلومتر، ما يقارب الخمسمائة وخمسون كيلومتر ثانية لا تتجاوزها، بالتالي فهي ضعيفة ولا وجود لعواصف شمسية كما يدعي العديد والعديد ممن يريدون التحدث حول هذا الموضوع بدون أسانيد. وكما قلت، نتيجة هذا الضغط والشحن الممارس على الغلاف الجوي وطبقته، هذا نتيجة ضعف مجالنا المغناطيسي وتسرب الأشعة الكونية لتصل إلى آخر درع للأرض وهو المجال الجوي وطبقته. وهذه الظروف تؤثر على التيار النفاث في المحيطات، التيارات الباردة والدافئة، وهذا يخلق ظروف جوية متطرفة كالتي نراها الآن، حرارة غير مسبوقة، نيران، العديد والأماكن بها فيضانات طوفانية مثل ما نراه الآن بسلطنة عمان وغيرها من الأماكن في جزيرة العرب، بحار بصحراء الربع الخالي بأرض الحجاز. وهذا كله سيزيد بشدة كلما اقتربنا من النقطة 40 درجة ونحن في طريقنا نحوها، وحتى تجاوزها، وكلما قلنا وكما قلنا في تقرير الارتحال للشهر الماضي السابق، فيتبقى أمامنا ما يقارب الثمانية أشهر للوصول إلى تلك العلامة 40 درجة. وهذه العلامة هي النقطة التي نصل فيها لأضعف منطقة في خطوط مجالنا المغناطيسي للأرض. فكما يوضح الرسم البياني أن هذا العام نرى الأرض تشهد انعطافا واسعا للغاية، بعيدا عن نقطة المحور الصفري أو الموقع الطبيعي لها، وأن تكون قريبة لتلك النقطة لذلك المحور الذي كان في سنة 2013 قبل أن يبدأ في التذبذب الواضح سنة 2014. وسنرى في الرسم البياني مسار الأرض لعام 2021 كما ترونه الآن باللون البني، حيث وصل إلى أبعد نقطة من المحور الصفري أو زيرو أكسس في شهر 8 غشت 2021. وفي عام 2022 الذي هو باللون الأصفر كما ترون أمامكم، حيث وصل لأبعد نقطة حتى الآن. وكما قلت، في سنة 2013 كان تذبذب الأرض يعتبر طبيعيا تقريبا، وبدأ هذا الأمر من سنة 2014 يتضح إلى أن وصلنا الآن إلى هذا البعد الذي نراه، ولا يزال الأمر مستمرا وسيستمر أكثر وأكثر. في الصورة نجد هذه الأسهم الصغيرة التي تشير إلى موضع القطب الإكس والإجريك في السنوات السابقة، وذلك بتاريخ 22 يونيو، وضعت بنفس التاريخ كي نتمكن من رؤية الفرق في التذبذب بين سنة وأخرى بالنظر إلى المسافة ما بين السهم والمركز. فالتذبذب الطفيف في المحور الصفري، فالمحور الصفري للأرض أو المحور الأرضي به تذبذب يعتبر عاديا، لأنه في الأصل الأرض تتذبذب لتعطينا فصول السنة من الانقلاب الصيفي والاعتدال وغيرها، لكن الخطير هو هذا الميلان الكبير والابتعاد جدا عن هذا المحور الصفري، هذا التذبذب الواسع عن محورها، ونحن نقترب من عتبة الفوضى، وهذا الخط الأصفر الذي يرتحل إلى المجهول لن يصدقه العديد من الناس إلا إذا ترجم واقعا مريرا يرونه أمامهم. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.